पीना कहेंगे? बताओ इसे। पूछ क्यों रही हो, मारता ही होगा ना। قبل ما ابدا حابة اعرفكم ان ده هيكون الجزء الاول من مسلسل الورثه، فما تنساش تشترك في القناه وتفعل الجرس علشان يوصلك بقيه الاجزاء اللي جايه. وبدون ما اطول عليكم، صلي على النبي ويلا بينا نبدا العظمه بتاعه النهارده. القصه بتبدا بتان وهو مع اصحابه في البحر في ولايه كاليفورنيا، وهما بيمارسوا رياضه التزحلق على الامواج، وبيكون تان هو الكوري الوحيد اللي بينهم. وبنعرف بعدها ان تان هو الابن غير الشرعي لرجل اعمال كبير، وان اخوه الكبير كام هو اللي بعته لامريكا، والمفروض انه بعته علشان يكمل دراسته هناك. لكن تان ما بينساش الكلام اللي اخوه قاله له قبل ما يسافر، وهو انه مش لازم يركز قوي في الدراسه، وحتى مش مهم انه يتعلم اللغه الانجليزيه، المهم انه ما يرجعش تاني لكوريا. وبنرجع تاني لتان اللي بيقول لنفسه ان اخوه عمل كده معاه علشان ما يطالبش بحقه في ميراث ابوهم. ووقتها بيكون تان قاعد في كافيه مع صاحبه الامريكي جاي، اللي بيساله اذا كان بيكره اخوه اللي نفال امريكا وامه اللي عملت فيه كده، وابوه اللي عمره ما دافع عنه، فما بيردش عليه، لكن من جواه بيقول له انه ما بيكرهش حد. وبعدها بنشوف يونج دو وهو واتنين اصحابه وهما بيتنمروا على ولد معاهم في المدرسه، وساعتها يونج دو بيضرب الولد بكره البيسبول، ولما صاحبه بيقول له ان الضربه كانت قويه بيقول له اقف جنبه، وبعدها بيدي الكوره للولد اللي كان بيضربه وبيقول له اللي زيك هيفضل طول عمره ضعيف وفقير، اضربنا ودافع عن نفسك. وهنا الولد بيرمي الكوره بعنف بعيد عنهم فبتكسر لوح ازاز، وهنا بيقوم يونج دو بيقول لهم كملوا انتوا عليه. وبعدها بيكون يونج دو في محل بيع موتوسيكلات، وساعتها صاحب المحل بيقول له انه جاب له قطع غيار مستورده. ووقتها بتدخل يون سانج المحل علشان توصل لهم الاكل اللي طلبوه، ولما بيعكسوها بتتصل بالشرطه، فواحد منهم بياخد التليفون وبيقول لها انهم كانوا بيهزروا معاها، وبعدها بيديلها فلوس الاكل فبتاخدهم وبتخرج بسرعه. وبعدها بنشوفها وهي بتشتغل في الكافيتيريا وبيبقى باين عليها التعب، وبعد كده بتروح تتكلم مع صديق طفولتها تشان يونج وبتساله اذا كان هيشرب حاجه، فبيقول لها انه بيذاكر ومستني خطيبته بونا. وبعدها بيديلها شمسيه وبيقول لها ان الدنيا هتمطر النهارده، ولما خطيبته بونا بتوصل وبتلاقيها قاعده معاه بتتضايق وبتطلب منه يروحوا يقعدوا في مكان تاني، فبيسلم على صديقته وبيقول لها انهم هيسافروا في الاجازه. وقبل ما يقول لها على المكان خطيبته بتمنعه وبتقول له انها مش عاوزاها تعرف حاجه عنهم. وبعدها بتتنرفز عليه لانه لابس جزمه لونها نبيتي، مع انها طلبت منه يلبس جزمه لونها احمر علشان تليق على لبسه. ولما بيمشوا يون سانج بتحسدهم لان عندهم وقت يخرجوا مع بعض. وبعدها بونا بتقول لتشان يونج انها ما بتحبش يون سانج، فبيقول لها انها صديقته من ايام الطفوله، فبتقول له انها فقيره وتعرف عنه كل حاجه، وهي غنيه وخطيبته ما تعرفش عنه كل حاجه زيها، فبيفهمها انها مجرد صديقه، فبتقول له ان مفيش صداقه بين ولد وبنت، وبتسيبه وبتمشي. وبالليل بتتصل يون سانج باختها يون سيوك اللي عايشه في امريكا وبتكلمها على المجيب الالي، وبتقول لها انها بتكره بونا لانها مغروره، وبتطلب منها تتصل بيها علشان تطمنها عليها. وفي نفس الوقت بتكون يون سيوك بتتخانق مع واحد فبيضربها، وبيقول لها انها واحده من ضمن كتير يعرفهم. اما يون سانج فبتقول لاختها انها غيرانه منها لانها بتدرس في امريكا، وبعدها بتطلب منها تكلمها. وهنا الدنيا بتمطر فبتحاول تفتح الشمسيه لكنها ما بتفتحش، فبتروح تقف تحت تنده محل، ووقتها بتشوف اداه صائد الاحلام من ورا فاترينه المحل، وهنا الشمسيه بتفتح. وبعدها بيكون تشان يونج مع ابوه بيحضروا العشاء، ووقتها ابوه بيساله ليه مش بتتعشى مع بونا، فبيقول له انه ما كانش عاوز يسيبه يتعشى لوحده في الويك اند. وبعدها بيسال ابوه ليه ما ارتبطش لحد دلوقتي، فبيقول له انه ما بيفكرش في الموضوع ده. وهنا تشان يونج بيسال ابوه اذا كان حجز له تذكره السفر، فبيقول له ايوه. ولما بيساله قلت لبونا، فبيقول له ايوه وصممت انها تسافر معايا، فبيساله اذا كان هيتجوزها هناك، فبيقول له غالبا، وانت اكيد هتساهم معايا في الجواز، فبيعرفه انه ما بيدفعش فلوس في اي استثمار مش هيعود عليه ربح منه. وبعدها بيساله اذا كان قال ليون سانج، فبيقول له انها كانت مشغوله وما لقاش وقت يقول لها انه هيكمل دراسته في امريكا. ولما ابنه بيساله على ام يون سانج، بيقول له انها تقريبا العضوة الاساسيه في مجموعه جينجوك وبتسيطر سيطره كامله على هان. وبعدها بنشوف ام يون سانج وهي بتشتغل خادمه في بيت هان، ووقتها زميلتها بتقول لها ان هان عاوزها، وبتفهمها انها متنرفزه لان ابنها تان اللي عايش في امريكا ما بيردش عليها. وبيكون واضح ان ام يون سانج هي الوحيده اللي بتعرف تتعامل مع هان عن طريق الكتابه، وده لانها خارصه. وقبل ما كيم بيوصل بلحظات بتمسح لها بقها من اثار الشرب، ولما كيم بيوصل بيطلب من اللي نظفت اوتو انها تنظفها مره تانية، وبيقول لهان انه كلف الشركه. وبعدها هان بتدي لام يون سانج الاكل اللي فاض منها، ولما بتحطه لبنتها بالليل ما بترضاش تاكله، وبتقول لها انها مش هتفضل طول عمرها تاكل اللي يفيض من هان، وبتسيب الاكل وبتدخل لاوضتها.
وبتبص لصورتها مع أختها وبتحسدها لأنها بتدرس في أمريكا. وهنا أمها بتدخل أوضتها وبتطلب منها عن طريق لغة الإشارة إنها تبعت لأختها كل الفلوس اللي معاهم لأنها هتتجوز. وبعدها أم ريتشل بتطلب منها تجهز نفسها علشان يتعشوا مع خطيبها. وهنا ريتشل بتقول لها إن هي وأبوها لسه متطلقين قريب وإنها استعجلت قوي في فكرة الجواز تاني، فبتقول لها إن دي حياتها ومش هي اللي هتقرر تتجوز إمتى، وبتطلب منها تلبس فستان جديد. وبعدها بتكون يون سانج مع أمها، وساعتها بتسألها عن الراجل اللي أختها هتتجوزه، فبتقول لها إنها ما تعرفش عنه حاجة وإن المهم إن أختها تكون سعيدة. وبعد كده بتقول لها إنها هتسافر تديلها الفلوس بنفسها لأن لازم حد منهم يكون جنبها وهي بتتجوز. وفي وقت الغدا بيكون أبو يونج دو هو العريس اللي هتتجوزه أم ريتشل، ولما يونج دو بيضحك على كلام أبوه بيضربه بالقلم فبيقوم عشان يمشي، ولما أبوه بيحاول يقنعه يكمل غدا معاهم بيرفض وبيسيبهم وبيمشي. فبتخرج ريتشل وراه وبتقوله إن شكله إنه كان عاوز أبوه يضربه، فبيقول لها إنه كان عاوز يخرج فخلى أبوه يضربه علشان يقدر يمشي، فبتقوله إن أسلوبه عجبها، وبتعرفه إنها مخطوبة لتين اللي عايش في أمريكا، وبتقوله إنها زيه بالظبط مش موافقة على جواز أمها من أبوه، فبيقول لها إنه مش كاره الجوازة دي لأنهم بيها هيستولوا على الشركة بتاعت أمها، وأبوه هيستولي على أسهم أمها في شركة جينجوك، وبيقول لها إنها لو خايفة على مصلحة أمها يبقى لازم تمنع جوازهم. وبعدها بتكون يون سانج في شغلها في المطبخ وبيبقى باين عليها التعب، ولما صاحب المطعم بيقبضها بيقول لها إنها اشتغلت كتير الأسبوع ده حتى في أيام الأجازة، وبيطلب منها تسافر يومين علشان ترتاح، فبتقول له إنها هتسافر لأختها أمريكا ومش هترجع تاني. وبعدها بتروح للبنك وبتحول فلوسها لدولارات وبتطلع ليها جواز سفر. وبالليل بتعرف أمها إنها خلصت الإجراءات وهتسافر، ولما بتشوف مذكرة أمها اللي بتحفظ فيها جمل بالإنجليزي علشان تقدر تتعامل مع هان بتعيط، وبتكتب لأمها أنا أسفة وبتقول إنها هتشتغل في أمريكا وهترجع تاخدها. وبعدها ريتشل بتجهز شنطتها علشان تسافر لتان، وتاني يوم جاي بيدي لتان تليفونه وبيقوله إن في حد بيتصل بيه، ولما بيلاقيها ريتشل ما بيردش عليها. وبعدها بيخرج مع جاي، وبعدها بتوصل يون سانج لمطار كاليفورنيا وما بتلاقيش أختها مستنياها، ووقتها بتشوف ريتشل اللي بتكون بتتكلم في التليفون ومحدش بيرد عليها، فبتضحك عليها. وهنا بتقرب ريتشل منها وبتقولها بتضحكي على ايه، فبتقولها ان هما الاتنين محدش جه يستناهم في المطار وكأنهم مش مرحبين بوجودهم، وعشان كده ضحكت. وبعدها بتسيبها وبتمشي، ولما بتروح لبيت اختها بتلاقي صاحب اختها هناك وبيكون معاه واحده تانية، وبتتفاجئ بان اختها كانت بتضحك عليهم علشان يبعتولها فلوس وما بتدرسش في الجامعه زي ما كانت مفهماهم. وبعدها بتروح لها الكافيه اللي بتشتغل فيه وبتشوفها وهي واقفه بره الكافيه وهي بتخدم الناس، وساعتها تان بيشوفها، ولما يون سيوك بتشوفها بتروح لها، ووقتها بتكون يون سانج بتعيط وبتقول لها انها خدعتهم. وهنا يون سيوك بتفتح شنطه يون سانج وبتفتش فيها وبتسرق الفلوس اللي مع اختها وبتجري، ولما يون سانج بتجري وراها ما بتحصلهاش فبتفضل تعيط جنب شنطتها. وتان بيكون شايف كل اللي حصل، ولما جاي بيروح يقعد معاه بيشاور له على يون سانج، فبيجري جاي ناحيتها وبيفتكرها ديلر المخدرات، فبياخد كيس من شنطتها وبيجري، فبتجري وراه هي وتان، وساعتها الكيس اللي فيه مسحوق الفاصوليا اللي امها كانت عاملاه لاختها لانها بتحب تاكله بيتقطع، ولما جاي بيشمه بيفقد الوعي لان عنده حساسيه من الفاصوليا، فبينقلوه للمستشفى. وبعدها الضابط بياخد الباسبور من يون سانج وبيسالها على مكان اقامتها، فبتقول له ان الكيس كان فيه فاصوليا مش مخدرات، فبيقول لها انه لسه هيتاكد. وهنا تان بيتظاهر ان هو ويون سانج صحاب، وبيعرف الضابط ان اللي كان معاها اكل مش مخدرات، وبعدها بيوصلها لاختها وبيمشي، وساعتها بتخبط على الباب فما بتلاقيش اختها، وشويه شباب بيعكسوها فبتستخبى منهم. وبعد ما بيمشوا بتتفاجئ ان تان رجع لها وبيعرض عليها تروح معاه بيته. بتوصل سانج مع تان لبيته وبتتفاجئ قد ايه هو كبير، فبتساله اهلك فين، بس بيقول لها انه عايش لوحده هنا. وبعدها بينزلوا للدور اللي تحت، وسانج بتساله تاني عن شغله وبتكون فاكره انه تاجر مخدرات، فبيستغرب تان من سؤالها، فبيعرف انها مستغربه ان شاب زيه يكون غني كده الا لو تاجر مخدرات. وساعتها تان بيقول لها اشمعنى يعني تاجر مخدرات، مش يمكن تاجر اعضاء؟ بتخاف سانج منه وبتفتكره بيتكلم بجد، وهو بيكمل المقلب وبيقول لها ان الضابط اللي اخذ باسبورها مش حقيقي وانه عمل اللعبه دي علشان يجيبها هنا ويسرق كليتها، وهي بتصدق، بس في الاخر بيقول لها ادخلي الاوضه اللي وراكي نامي ولو احتجتي اي حاجه نادي عليا. فبتدخل سانج الاوضه وهي لسه مقلقه من تان انه يعمل فيها حاجه، وبتقعد على السرير وبتقلع جزمتها وبتفتكر اللي يون سيوك عملته معاها وانها سرقت منها فلوس تامين البيت بتاعهم، وبعدها اختفت مره تانية. بعدها بتحس سانج بالجوع لانها ما كلتش حاجه من امبارح، فبتقوم تبص من الباب علشان تتاكد ان تان مش موجود. بعدها بتتسحب للمطبخ علشان تدور على اكل، بس تان بيكون لسه صاحي وشايفها من فوق، فبينزل يشوف هي بتعمل ايه. بتفتح سانج الثلاجه وبتشوف ايه اللي جواها وبتطلع منها اكل وبتقعد تاكل في الضلمه، بس بتتفاجئ ان تان نازل لها وبيسال
عيالها بتعمل ايه، فبتقول له انا كلت العلب اللي منتهية الصلاحية وكمان سبت حسابها. بيزعق تن معاها لانها ممكن تتعب من الاكل الفاسد، بس هي بتسيبه وبتكون ماشية، فبيرجعها علشان تلم مكان ما كلت. وبتسأله عن سلات التدوير، بس بيقول لها ان مفيش تدوير هنا. بعدها بيسألها عن اسمها ايه، فبتشكره على اللي عمله معاها وانه ما سابهاش في الشارع. فبيفهم تن انها مش عايزة تقوله على اسمها، وبيسيب لها الفلوس وبيقول لها اعتبريه بدل الحاجة اللي صاحبه بوظها. نرجع لكوريا وبنشوف وون مع السيد يون اللي بيبلغه انه حجز له تذكرة طيران لامريكا في فندق زيوس. بيقول له مش ده فندق تشوي اللي خطب الانسة ليه من ار اس العالمية؟ بيقول له ايوه، وبيديه بعدها القايمة اللي هيستخدمها في امريكا، وبيعرفه انه ادى البابا نسخة. بيتضايق منه وون لانه بلغ كيم قبل ما هو يسمح له، فبيهدده انه ممكن يخسر وظيفته بالشكل ده، وبيقول له خليك فاكر انت بتشتغل لحساب مين. وساعتها يوم بيقول له انه بيشتغل لحساب مجموعة جينجوك وانه مش خايف ابدا من تهديده. بنروح لبيت تاني وبنشوف مراته الاولى قاعدة معاه وبتطمن عليه لانه تعبان، وبيوصيها تاخد بالها من صحتها لان الصحة اهم حاجة. بس بنلاحظ انها مش حابة تتكلم معاه لانها زعلانة من خيانته ليها. رغم ده هي جابت هان تعيش معاها في نفس البيت علشان تكون تحت عينها وتذلها، غير ان تان قدام الناس ابنها، اما هان كانها مش موجوده. هان بتكون بره وسامعاهم، ولما بيوصلون بتمشي. وهو بيدخل لباباه، وبنعرف ان هو كمان عنده مشاكل مع مرات ابوه لان مامته الحقيقيه ماتت من زمان وكان اسمها صوفيا، لكن اللي ربته هي مرات ابوه جيونج، بس هو برضه مش بيحبها. بتخرج جيونج وهي متضايقه وبتشدها هان علشان تعرف منها ليه عيله ريتشل عايزاهم، فبتقول لها ملهاش دعوه بالكلام ده وبتهنها، وبتقول لها انها نكره وان تان قدام الناس كلها ابنها. بتعيط هان لما بتحس انها وجعتها، وبتتصل على تان اللي بيكون قاعد يكتب مقاله ومش راضي يرد عليها. اما سانج بتكلم مامتها وبتكذب انها قابلت اختها وساكنه معاها حاليا، وبيسمعها تان وبيزعل عليها، وبيكون معاه سندوتش ليها وبيديه لها وبيقول لها تاكله، وهي بتكون عايزه تدفع مقابل الاكل، بس تان بيرفض فبتدي له مصفات الاحلام بدلها. بيخرج تان وبيعلقها على باب البيت، وبيشوف سانج وهي بتحط الكراسي ورا الباب لانها خايفه انه يكون حاطط لها منوم في الاكل، وبيفضل تان يضحك عليها. تاني يوم بتصحى سانج مخضوضه وكانت ناسيه جت هنا ازاي، بس بعدها بترجع اللي حصل وبتخرج بره الاوضه وبتقف قدام البحر. بيشوفها تان من فوق وهي كمان بتشوفه، بس بيظهر ان تان بدا يعجب بيها. بتدخل سانج البيت وبتعرف انه رايح الجامعه، فبتطلب منه تروح معاه لانها مش هتعرف تقعد لوحدها، فبيوافق. بنشوف تان وهو في المحاضره بس كل تركيزه مع سانج اللي قاعده بره، فبيخرج يدور عليها بعد ما بيخلص محاضرته ومش بيلاقيها مكانها، بس بيشوفها وهي واقفه تتفرج على لوحه الامنيات. بتقول له بعدها ان هي هتروح تدور على اختها، لكنه بيعرف انها ما تعرفش الطريق علشان كده بيروح معاها. ولما بيوصلوا المحل بيعرفوا انها سابت الشغل وكمان البيت، بس وهم خارجين بيقابلوا كريس اللي بيكون عايز يضرب سانج لان اختها سرقته وهربت، بس تان بيسيطر عليه. لكن اتنين من صحاب كريس بيشوفوه وبيروحوا يساعدوه، وساعتها سانج بتمسك ايد تان وبيطلعوا يجروا بعدها وهم مش بيحصلوهم. في كوريا بيوصل يونج دول الفندق بتاعه اللي بيشتغل فيه بامر باباه علشان يحس بالمسؤوليه، لكنه بيتخنق من المدير وبيروح يستقبل الضيوف اللي جايين، وبيكون منهم صاحبه يونج اللي بيفضل يضايقه من غير ما حد ياخد باله. نرجع لامريكا وبنشوف تان وهو لسه مع سانج اللي بتطلب منه يديها تليفونه علشان تفتح حسابها منه وتكلم صاحبها. بيوصلها البيت وبيرجع علشان يجيب عربيته، وبيفضل طول الطريق يتفرج على حسابها. وفي كوريا بنشوف بونا وهي قاعده قلقانه على حبيبها تشان، وبتتصل بيه كل شويه لانها بتغير عليه جدا. نرجع لسانج اللي بتتفاجئ ان ريتشل في بيت تان، وبتتخانق معاها وبترملها شنطها على الارض، حتى انها بتهنها وبتتهمها انها سرقت من بيت تان، وبتجبرها تفتش شنطتها وبعدها بتطردها. وبتفضل سانج في الشارع، بس بعدها بتروح علشان تحجز تذكره، بس بتلاقي فلوسها مش مكفيه. اما تان لما بيعرف اللي حصل بيتخانق مع ريتشل، لكنه بيلاقي سانج جايه البيت علشان ترجع باسبورها، بس ريتشل بتقول لها ان الايصال بتاع الباسبور رميته في الزباله، فبتجري سانج تدور عليه، لكن تان بيروح وراها وبيديها الباسبور. بعدها بيلاقوا اصحاب كريس جايين وعايزين يضربوهم، فبيهربوا مره تانية وبيستخبوا في السينما، بس تان بيعترف لسانج انه معجب بيها، لكن هي بتتجاهله وبتقوله انها نفسها تزور هوليوود، بس هو بيقول لها انهم اصلا في هوليوود، وبياخدها يفرجها على اليافطه بتاعتها. بتطلب منه بعدها يرجعوا البيت علشان تاخد شنطتها لانها هتمشي، بس لما بيرجعوا تان بياخد الشنطه منها ومش بيرضى يخليها تمشي. بعدها بيشوف لو صاحب سانج رد عليها، وبيلاقي انه سايب لها رساله بيسال عن مكانها. بتدخل سانج وبتساله عن شنطتها، فبيقول لها في اوضتي فوق وبتكون رايحه علشان تجيبها، بس هو بيسبقها وبيقول لها انه طالع ياخد شاور ولو عايزه تطلع تاخدها تيجي، لكن طبعا هي بتتحرج وبتفضل تحت. والظاهر كده ان تان بيتلكك علشان ما تمشيش. بيجي اتصال لتان من يون بيعرفه ان باباه عايزه يحضر الاجتماع اللي هيكون في المزرعه، وبيعرفه ان اخوه هيكون هناك. بعدها يون بيقابل بنته اللي بيعرف انها جايه علشان شغلها في المحطه، وبنعرف انها بتشتغل مع هيون اللي كل البنات بتحبه وبتجيب له هدايا. بنعرف كمان
كمان انه بيشتغل في المكان ده من ورا عيلته. نرجع لتاني اللي بيكون هيروح المزرعه ويسيب سانج لوحدها، بس بيرجع في كلامه لما صاحبه بيجي البيت وبيكون عايز يقعد معاها. في كوريا بتكون هان قاعده مع صاحبتها اللي بتنصحها انها تخلي حد يراقب جيونج علشان يكشف لو كانت بتقابل حد، وقتها تمسك عليها زله وتوقع اوراق الطلاق وبتديها رقم مصور من اللي بيقبضوا وبيصوروا المشاهير. بالليل بتنزل هان مخزن المشروب وبتكلم الشخص ده وبتدي له معلومات عن جيونج، بس بتتفاجئ ان بارك موجوده في المكان وبتعرف الناس سمعتها، بس بتوعدها بارك انها مش هتقول حاجه لحد. بيوصل تن للمزرعه وبيقول لسانج تستناه هنا ولو عايزه تتمشى ما تبعدش كتير. بعدها بيدخل الحفله وبيشوف اخوه اللي بيكون واقف مع رجال الاعمال اللي بيسالوه مين الشخص ده، ولما بيبص وراه بيلاقيه اخوه تان، وبيظهر انه مش مبسوط خالص انه جه، فبياخده بعيد عن الحفله وبيساله ايه اللي جابه، بس تان بيقول له وحشتني، لكن وون بيكون وحش معاه حتى انه بيهينه وبيقول له مش عايز اشوفك مره تانيه. بيزعل تان وبتكون سانج واقفه وسمعت اللي حصل، وبيصعب عليها تان اللي بتروح تقف معاه وبتواسيه، فبيسالها ما مشيتش ليه ووقفت تسمع بيقولوا ايه، فبتقول له انها خافت عليه وفكرت انه ممكن يتاذي من الشخص ده، بس هو بيقول لها ان هي اللي في خطر من وقت ما قابلته مش هو. بعدها بيروحوا يركبوا العربيه علشان يرجعوا، وتان بيقول لها تنسى اللي شافته من شويه، وهي بتطمنه انها كانت ناويه تعمل كده. وفجاه وهما بيتكلموا تان بيخبط في صخره، بس بيقدر يلحق العربيه وبيطلعوا منها كويسين، بس العربيه بتغرس في الرمل وكمان تانك البنزين بيتخرم. بيحاول تان انه يخرجها بس مش بيعرف، فبيقول لسانج انهم لازم يدوروا على مكان علشان يباتوا فيه. بعدها بيمشوا عكس الطريق وبتكون سانج مرهقه جدا من المشي، بس تان بيقول لها انه شاف فندق صغير وهما راجعين، وبيسالها تان هي عايزه صاحبها ليه، فبتقول له انها تستلف منه فلوس عشان التذكره، لكن تان بيقول لها انا هسلفك بس مش بترضى. بعدها بيلاقوا الفندق قدامهم، بس بيكتشف تان ان مفيش غير اوضه واحده فاضيه، فمش بيكون قدامه غير انه يبات هو وهي فيها، وبيروحوا الاوضه وبيجيب تيشيرت ليه ولسانج وبيغيروا الاتنين لبسهم وبيخرجوا علشان يتعشوا. بس سانج مش بتقدر تمنع نفسها تسال تان مين اللي كان واقف معاه، فبيعرفها تان انه اكتر شخص بيحبه في الكون وبيقول لها انه يبقى اخوه وون. وبعدها تان بيسال سانج ايه اللي نفسها فيه، فبتقول له انها نفسها تاكل فطاير امريكيه، وبيقول لها لما نرجع هعزمك على فطاير في محل مشهور في لوس انجلوس. وبيروحوا بعدها علشان يناموا، بس تان مش بيكون جاي له نوم وبيكون عايز يعرف هي ليه بتكره مجموعه جانجوك، فبتقول له مالكش دعوه وروح نام، فبيسيبها ويروح ينام على السرير وبيسيبها تنام على الكنبه. بنشوف ريتشل وهي بتكلم شخص وبتقول له على مكان سانج، وبتكون عرفته من الحساب اللي مفتوح على تليفون تان. بتوصل سانج البيت وبتتفاجئ ان تشان هناك، وبنعرف ان هو ده صديقها، وبيكون عارف تان لكنه ما بيعرفوش. وبعدها بياخد سانج وبيمشي، وبيكون تان متضايق جدا لانها هتمشي. بتروح سانج مع تشان لبيته وبيسالها ايه اللي جابها امريكا، فبتحكي له على كل اللي حصل معاها وبتعرفه ازاي قابلت تان، بس هو بيحذرها منه وبيقول لها انه شخص مش لطيف. بيخرجوا بعدها يتفسحوا في البلد وبيتصور معاها وبينزل الصوره على الفيس، وطبعا بونا بتشوفها فمش بتكذب خبر، وفي ثواني بتكون رن عليه وبتتخانق معاه. اما تان بيكون لسه فاتح حسابها عنده وبيراقب كل اللي بتعمله وغيران جدا من تشان اللي مفكره حبيبها. بعدها بيقرر انه يروح يقابل ريتشل يمكن ينسى بيها سانج، وهي بتفرح جدا اول ما بتشوفه. بياخدها تان وبيروح يتسوقه، وبتكون فرحانه لانه خرج معاها لان هي عارفه انه بيكره التسوق. في كوريا بنشوف والده ريتشل وهي بتقابل جيونج وبتبلغها انها هتتجوز تشوي وبتهنيها جيونج. بعدها بتسالها لو حصل حاجه بين يونج دو وتان، لان ريتشل بلغتها ان علاقتهم مش كويسه وهي عايزه تصلحها، بس هي بتقول لها انهم كانوا صحاب زمان ومن وقت ما تان سافر ما بقوش يكلموا بعض وده كل اللي تعرفه. نروح ليونج دو اللي بيكون في ماتش مع باباه، وبيكون ده عقابه لانه خالف اوامر مدير المطبخ. طبعا بيهزمه باباه زي كل مره لان يونج دو بيكون غضبان ومش بيقدر يسيطر على مشاعره. بعدها بيقول له يروح يستقبل ريتشل بكره في المطار وما يتاخرش عليها والا هيتعاقب. في الاثناء دي بتكون ريتشل مع تان بعد ما خلصوا الشوبينج بتاعهم، بيتصل بيها يونج دو بيقول لها انه مش جاي يستقبلها وانها مش طفله علشان حد يوصلها، وبتضايق منه ريتشل بس بتحاول تتجاهله وبتطلب من تان ياخدها علشان ياكلوا فطاير. وبيروح المحل وبيتفاجئوا ان سانج وتشان هناك ومش بيكون في ترابيزات فاضيه، فريتشل بتقرر تقعد مع سانج وتشان، بس تان مش بيكون موافق انها تقعد معاهم لانها عايزه تضايق سانج، حتى انها بتعرف تان على تشان وبتقول له انه حبيب بونا اللي كانت حبيبته قبل كده، وبيتضايق تان من طريقتها وبيطلب منها تقوم علشان يمشوا، وبيعتذر لتشان وبيمشي. بس لما بيمشوا من عندهم بيقول لريتشل انه زمان كان معجب بيها علشان شخصيتها، لكن دلوقتي هي اتغيرت وهو ما بقاش يحبها، وبيطلب منها تفسخ خطوبتهم لانه مش هيقدر يعمل كده. وبترجع ريتشل للفندق وبتقابل وون اللي بتطلب منه ياخدها معاه لو خارج، فبياخدها القبر والدته لانه كان رايح يزورها. وفي كوريا في مجموعه جانجوك بنشوف تشوي وهو نازل في الاسانسير مع لي وبيقابله يون في، وبيظهر ان كان في علاقه بينه وبين لي، اللي اول ما تشوي بينزل بتقول له انها لسه بتحبه. نرجع لامريكا وبيتصل تان على تشان وبيطلب منه يخلي سانج تكلمه، بس هي بترفض. تاني يوم بيروح
الفندق لريتشل علشان يوصلها للمطار، وبيوصلوا للمطار وريتشل بتودعه، لكن هو بيلفت نظره حاجة تانية. بس فجأة بتدخل سانج في نفس الوقت، ولما بيشوفها تان بيسيب خطيبته وبيجري وراها وبيطلب منها رقم تليفونها علشان يكلمها، بس هي بتقوله انهم مش هيتقابلوا تاني، يعني ملوش لازمة ياخده. طبعا ريتشل بتتضايق وبتغير منها اكتر بسبب اللي عمله تان، وكل واحد منهم بيمشي في طريقه، وبتروح سانج علشان تركب الطيارة. بنشوف ريتشل وهي في الدرجة السياحية وبتوزع المضيفة عليهم بطاقات التعريف، فبيجي لريتشل فكرة تضايق بيها سانج، وبتروح تخطف منها بطاقتها اللي فيها معلومات عنها. بس لما بتروح سانج تاخدها منها، المضيفة بتمنعها لان مش مسموح ليهم دخول الدرجة دي. بس سانج بتقول لها ان ريتشل اخدت منها بطاقتها، فالمضيفة بتقول لها استني هسألها، وطبعا ريتشل بتنكر. بتوصل ريتشل للمطار وبتلاقي يونج دو مستنيها بلوحة مكتوبة عليها اهلا باختي الغير شقيقة، فبتتضايق منه وبتقوله لما انت مش عايز تيجي ايه اللي جابك، وبيعرفها انه ما يقدرش يرفض طلب باباه، خصوصا ان مامتها هي اللي اصرت انه يجيبها. بيخرجوا الاتنين سوا، ومن بعدهم بتوصل سانج، وفي العربية بتحاول ريتشل تضايق يونج دو وبتقوله ان تان سأل عليه، فقالت له ان هو لسه متنمر زي ما كان زمان، وبيدعي انه ملك الغابة تشبيه. بس يونج دو بيردها لها وبيقول لها فكرتي مرة ليه تان عايش بره ومش قادر يرجع، وبينزل وبيسيبها تفكر في كلامه. اما سانج بتوصل لبيتهم وبتلاقيه فاضي، فبتتخض وبتسأل جارتهم على مامتها، وبتعرف انها بقت تشتغل خدامة في بيت جانجوك بس بدوام كامل، وبتبات هناك. وبتعرف من مامتها ان كيم تعبان والكل في البيت مشدود، وبتقول لها تنام في اي مكان لحد الصبح وتبقى تجيلها. وبسبب الفلوس اللي اخدتها سيوك، سانج خسرت بيتها. اما تان بيكون في بيته ومش قادر يبطل تفكير في سانج. نروح لبيت عيلة يون، وبنشوف والدته اللي بتكون صارمة وهي بتعنف المدرسة بتاعته لانها لابسة قصير. فلما بتدخل له يون بيسألها ليه مستحملة المعاملة الوحشة دي، فبتعرفه ان والدته بتدفع لها مبلغ كويس وهي مضطرة تسمع كلامها. بعدها بيجي لها تليفون من وون اللي بيكون عايز يختار لها هدية، بس هي مش بترد، فبيجيب لها سلسلة بدل الخاتم. تاني يوم بتروح سانج لمامتها البيت اللي بتقدر تدخله، بعد ما بتهدد هان انها هتقول لجيونج على اللي بتعمله، بس هان بتحذرها من انها تطلع اي كلمة بتحصل هنا برا البيت. بتروح بعدها سانج تقدم العلاج لكيم، وبيعرف انها بنت بارك. بتروح بعدها تساعد والدتها في الشغل، وبيصعب عليها قد ايه هي بتتعب. وتاني يوم بتلاقي بارك بنتها نظمت الاوضة وبقى شكلها كويس، وبتكمل سانج في شغلها اللي مش بيخلص. اما تان مش بيكون عارف يبطل تفكير فيها. وتاني يوم كيم بيقول لهان تكلم تان علشان يرجع كوريا علشان يتعلم يمسك شغلهم، وساعتها هي بتفرح وبتتصل بيه بس مش بيرد وبتتضايق منه. بس تان بيكون خلاص قرر يرجع كوريا، وبيسلم المقالة اخيرا للدكتور. بنشوف يون وهو بيستقبله في المطار، وبيروح بعدها يزور اخوه اللي بيقول له يرجع لانه مش مسامحه على اللي حصل، وبيطلب من يون يحجز له فندق يبات فيه. اما تان بيروح البيت ومامته بتفرح انه رجع، بس بابا بيرحب بيه بطريقه جافه. وبيطلع تان اوضته وبيعلق حاجته، بس مش بياخد باله من سانج اللي قاعده في الجنينه. بس تاني يوم بيلاقي لبس بنت في الجنينه وبيستغرب، كمان بيشوف خيالها من ورا الازاز ومش بيكون عارف هي مين. هي كمان بتشوفه بس من ظهره، وبتسال مامتها لو هو الابن التاني للعيله، وبتقول لها اه. الفجر بتتخض سانج لما مامتها بتطلب منها تخرج دلوقتي لان في مشكله في البيت ومش عايزاها تتاثر بيها. بتخرج وهي نايمه وبيشوفها ميونج، وبيفكرها سكنت مكان تان. بتروح تشتري مشروب، وبيكون هناك يونج دو اللي بيروح يقعد جنبها، بس في اطفال بتتكلم جنبها وبيصحوها، فبتمشي وهو بيتضايق منهم. في مكان شغل بونا بتروح علشان تشرف على الفرقه، بس بتتفاجئ ان تشان رجع وبتروح تستقبله، فبياخدها وبيروح لبيت بابا اللي بيعزمهم على اكل من عمايل ايده، وبيكون عايز بونا تنفصل عن ابنه علشان يركز في دراسته، بس هي لازقه. بس بتروح تشتكي لميونج ان ابو تشان مش بيحبها وخايفه من انه يسيبه. في بيت تان بيسيب تعليق لسانج على الصوره اللي هي سابته وهي بتفضل تكلمه، وبيخرج تان من الباب الرئيسي، اما هي بتخرج من باب الخدم. بس تان بيشوف التيشيرت بتاع سانج على والدتها وبيستغرب، فبيروح يسال مامته لو في بنت في البيت غير الخدم، فبتقول له ايوه، وبتعرفه ان اسمها سانج وانها بنت بارك وعايشه عندهم علشان خسروا بيتهم. بيتفاجئ تان انها في بيته، وبيتاكد ان هي اللي شافها من ورا الازاز، وبيفضل تان محتار يكلمها ولا لا، بس بياخد قراره وبيبعت لها رساله وبيسالها انت بتعملي ايه دلوقتي، فبتقول له بشرب ميه. بينزل تان جري على المطبخ، وبيتصدم لما بيشوفها واقفه بتشرب ميه وبترد عليه. بعدها سانج بتطلع وبتروح علشان تنام، وتان بيرجع الاوضه وبيجمع اللي حصل، وبيفهم ان سانج بتكره مجموعه جانجوك لان مامتها بتشتغل عندهم، وهي نفس الست اللي شافها لابسه التيشيرت اللي جايبه لسانج. تاني يوم الصبح سانج بتصحى بدري علشان تروح المدرسه بتاعتها، وبيكون تان شايفها من فوق ومش عارف ازاي هيقرب منها. بعدها بيروح لاوضتها وبيتفرج عليها، وبينزل بعدها للمطبخ وبيسال والدته عن وون، فبتقول له انه راح لرحله عمل وهيتاخر شويه. بيروح تان بعدها للمدرسه وبيقدم ورقه علشان يرجع يدرس تاني، فبتقول له جيونج يا ريت ما يرجعش المشاكل زمان لانه كبر، وبتساله ايه اللي رجعه، فبيعرفها ان البيت وبلده وحشوه، وبتعرفه ان وون ساب البيت بسببه، وبيحس تان انه اناني وتسبب
بمشكلة. بنشوف وون وهو مع تشي وبيكونوا هيتغدوا وبيديها الهدية اللي جابها لها، لكن مش بتكون عايزة تاخدها منه. وبنعرف ان تشي اتربت من فلوس عيلة وون، بس وون بيحبها لكن ما عندوش الشجاعة انه يعترف لها ويواجه العالم. وبيقوم يلبسها السلسلة وبيطلب منها تقبلها وما تقلعهاش. ولما بيرجع وون الفندق بيبلغوا العامل ان في ضيف مستنيه فوق، فبيسألوا مين ده وبيعرف انه تان اخوه، فبيرفض يطلع الأوضة. وبيعرف ان باباه هو اللي اذن له يدخل الأوضة. بيرجع تاني البيت وبيتعشى مع والدته وبيسألها على بارك تبقى مين. بتقوله انها مامة سانج وان بقالها 3 سنين بتشتغل هنا، وبتنادي على سانج علشان تجيب لها ازازة مشروب، فبيستخبى تان بسرعة قبل ما تشوفه. بتروح سانج تجيب المشروب لكن الطريق بيكون ضلمة، بس وهي راجعة تان بينور لها الأضواء وهي مش بتكون شايفاه. بيمشي وون من الفندق وبيروح يسهر، وبيقابل يون صدفة وبيطلب منه يقعد يشرب معاه. بعدها بيوصل تشوي مع لي للمحل، وبيروح تشوي يسلم على وون وبيسأله ليه ما قعدش في فندقه لما كان في أمريكا، بس وون بيتحجج إن الفندق كان بعيد عن المزرعة. وبيسأله بعدها تشوي عن يون، فبيقوله إنه يبقى السكرتير الأعلى لشركته، وبيعزمه تشوي علشان يشربوا سوا، بس طول القعدة بيضايق يون، فبيقوم وبيسيبه، وبيظهر على لي إنها اتضايقت علشانه، فبتقوم هي كمان وتسيبهم، وبتروح تعتذر عن اللي حصل من تشوي ليون اللي بينتهز الفرصة وبيقرب منها. في المدرسة بنشوف سانج وهي سرحانة، فالمدرسة بتسألها كنت بقول إيه، وبتجاوبها، فبتسألها صاحبتها مالك، فبتعرفها إنها نقلت وأخدت ساعتين علشان توصل هنا، وبسبب ده صحيت بدري. بعد المدرسة بتخرج سانج وبتتفاجئ إن الطلبة متجمعين، وبتعرف إنهم متجمعين حوالين تان اللي بيطلب يتكلم معاها، بس هي بتطنشه وبتسيبه وبتمشي. بس لما بترجع شغلها مش بتوقف تفكير فيه، بس بتتفاجئ بيه في المحل عندها، وبيطلب منها رقمها فبتديهوله علشان تخلص منه، وهو بيخرج من حسابها. في بيت كيم بيكون المخبر بتاعه معاه وبيوريه صور تان مع سانج وصور وون وهو مع تشي. وفي أوضة سانج بتكون نامت وهي مرهقة من المذاكرة، فبتلم مامتها الحاجة بتاعتها، بس بتلاقي ورقة الرغبات بتاعتها واللي ما فيهاش أمنية غير إنها تلاقي وظيفة كويسة. تاني يوم الصبح تان بيكون راجع من الجري وبيقابل ميونج اللي بيسلم عليه وبيكمل طريقه، بس بيتفاجئ بسانج خارجة من البيت وبتاخده بعيد قبل ما حد يشوفه، وبتكون فاكرة إن تان جاي وراها وبتحذره إنه يجي هنا تاني. في المدرسة بيوصل ميونج وبيعرف بونا إن تان رجع، وهي بتكون متوترة وبتروح لريتشل علشان تعرفها إنه رجع، وهي بتتصل بيه وبتتأكد من الخبر، وبتقول كمان ليونج دو. نرجع لبيت كيم وبتكون بارك بتديله العلاج وبيسألها عن بنتها، وبيعرض عليها إنها تتعلم في مدرستهم. هي بتفرح طبعا وبتشكره بطريقتها، حتى إنها سحبت ورق سانج من المدرسة القديمة، وسانج لما بتعرف بتتفاجئ. ولما بترجع البيت بتتخانق مع بارك لأنهم مش هيقدروا حتى على زي المدرسة دي، كمان كل اللي فيها أغنية وهي مش هتعرف تتعامل معاهم. فمامتها بتقول لها إن مستقبلهم في التعليم الكويس، وبالنسبة للطلبة فتبقى تقول لهم إنهم لسه مجمعين ثروة قريب. بعد كده بيطلب كيم إنه يقابل سانج، وبتقول لها والدتها اتكلمي معاه كويس. بتروح سانج لمكتب كيم اللي بيقول لها إنه هينقلها المدرسة دي وياريت تحافظ على الفرصة دي، وبيعرفها إنها ممكن تسافر بعد كده من المنحة لأمريكا وتكمل تعليمها هناك، وبتكون دي خطة كيم علشان يبعدها عن ابنه تان. طبعا الفكرة بتعجب سانج لأن كده ممكن تحسن حياة والدتها وحياتها هي كمان وتحقق حلمها. في بيت يونج دو لما بيوصل الخدامة بتقوله إنه معزوم على العشاء مع باباه، ولما بيوصل بيكون لسه والده متأخر، بس ريتشل وليه موجودين، وبتديله ليه هدية لكلبه، بس هو بيغزها وبيقول لها عنده كتير منهم لأن ستات باباه كتير جدا. بيوصل بعدها تشوي وبتقوله ليه إن يونج دو مش هيتعشى معاهم، فبيخرج وهو متضايق، وبتخرج وراه ريتشل اللي مش عايزة العلاقة دي طبعا. بتطلب من يونج دو إن يوصلها للترزي علشان تعمل زي جديد. بنشوف سانج وهي في المحل بتاع الترزي وبتعرف إن الزي تمنه غالي جدا، وهي خارجة بتقابل ريتشل ويونج دو وبتاخد البادج اللي عليه اسم ريتشل وبتقول لها لو عايزاه رجعيلي بطاقة التعريف بتاعتي. ويونج دو بيستغرب منها لأنها قدرت تضايق ريتشل، فبيمشي وراها وبيكون عايز يعرف اسمها، بس هي مش بترضى تقوله وبتمشي ترجع البيت. بنشوف تان وهو في مخزن المشروب، وفجأة بتدخل سانج وهي بتتكلم مع تشان، وبتعرفه إنها بعتت له الفلوس على الحساب بتاعه، وبتقوله إنها كانت بتحلم تكمل تعليمها في أمريكا بس خلاص كله راح. بعدها بتخرج وبتلاقي اتصال من تان وبيطلب منها تبص فوق، فبتشوف مصفات الأحلام بتاعتها، وبتبص وراها بتلاقي تان، وبتعرف إن الابن التاني للعيلة، فبتفضل تعيط لأنها كانت بدأت تحبه بس خلاص هو كمان حلم وراح. بنشوف مامة تان وهي بتديه الزي بتاعه وبتقوله لازم تكمل تعليمك، وبتعرفه إن سانج هتروح المدرسة هي كمان. تاني يوم بتوصل سانج للمدرسة وبتكون أقل واحدة فيهم، والكل بيتريق عليها، وبتتعرف عليها بونا وكمان ميونج، بس بيلاقوا الطلبة كلهم طالعين يجروا، فبيروحوا وراهم وبيتفاجئوا إن تان رجع وشكل يونج دو هيتخانق معاه، وبتقف سانج بينهم وهي مش عارفة فيه إيه. ومن هنا بينتهي الجزء الأول من المسلسل، فما تنساش تشترك علشان يوصلك بقية الأجزاء اللي جاية. سلام.